هل تأثير التعادل الأخير مع سموحة وخسارتنا نقطتين في سباق الدوري أو في الدوري المحلي، هل ده ممكن يأثر شوية معنويا على النادي الأهلي، أو إحنا متعودين العكس، متعودين النادي الأهلي بعد التعادل أو في شوية تذبذب في المستوى لازم يكون الرد، والرد قوي في الملعب؟ شايف ده إزاي يا كابتن بالنسبة على المحور المحلي، وإزاي نفصل بشكل كبير جدا عن الملف الأفريقي؟ انا هاخد من كلامك وهاخد من كلام عمرو. بالنسبه لنا احنا كسكواد لعيبه النادي الاهلي، احنا بنتخض لما بنتعادل. لو تعادلنا مع ريال مدريد بنتخض، لو تعادلنا مع الجونه او مع سموحه بنتخض. احنا مش بتوع تعادل اصلا يعني. مستر كولر لما بيعمل اي، كنا انا وانت بنتكلم جوه بالظبط، اي تغييرات في السكواد او اي تغييرات في التدوير في اللعيبه، من المفروض ان كل اللعيبه دي ستاندنج، دول مستوى اول كلهم ادام بيلعبوا في التيشيرت الاحمر والنادي الاهلي، دول لعيبه يعتبروا صفوه افريقيا كلها، يعتبروا احسن لعيبه مختاره. وان كان لو هنقيم او هنتكلم على اماكن اللعب او التدوير او الفكر بتاع اللعب، هتلاقي ديانج ده حكايه لوحده، مروان عطيه ده بيلعب في المنتخب، أفشة ده من أحسن الناس اللي تلعب كرة في مصر، عنده حاجة كتير قوي يعني، عنده شوتينج وعنده زيادة عددية وعنده باس قاتل وعنده الشحات وإمام عاشور، المفروض دول حكاية تانية لازم نتكلم ولازم ناخد معاهم. أنا عندي معد بدني وعضلي وعندي معد نفسي، هو ده الشكل اللي المفروض المرحلة دي إحنا بنتكلم فيه. أنت اتصدمت بخسارة البطولة السوبر، ناس كتير حملت الاجازات وحملت عدم الاعداد الجيد وحاجات كده، هي الكرة فيها كده وكده. انا احنا يمكن انا واحد من الناس كنت قاسي جدا على بعض الحاجات في المباراة اللي فاتت وانا بحلل المباراة، لاني رافض مباراة سموحة، رافض ان انا ابقى مستحوذ وقافل على فرقة ال 45 دقيقة نقول التانيين يعني، سيبك من الاولانيين، وعندنا جميع الامتيازات وجميع الضربات الثابته وجميع الفرص اللي احنا لازم نستغلها نهدف فيها، هو جول وجول بيجيب الثاني بيجيب الثالث. التركيز في ان احنا نخش في عمليه، يعني انا مش عارف اخش بختي مش كويس، انا في شكل ذهني يعني انت فاهمه كويس قوي، احنا لما بنتعطل كنا بنعطب كتير كلنا، مش عارف اخش اعدي من الراجل ده من جوه، لما تلاقيني اروح لغايه عنده واصطدم بيه، فبتبقى في حاجات عندنا اليوم بتاعي انا قاعد بره مش عارف الراجل ده عايزني اساسي ولا احتياطي، ولما يتاخر هو يقول لي انزل انت انقذني، لازم يبقى في واحد قاعد بره بيعد اللاعب ده لحاجه زي كده يعني زي عبد القادر مثلا. الجزئيه عبد القادر ده لازم انا من اللعيبه اقول له انت لعيب كويس قوي عندي، ولازم تحمله مسؤوليه المكسب زي ما حسن حمدي كان بيعمل. انا معاك كابتن، بس احنا وصلنا الحقيقه مع كولر لمستوى ان عندك زي ما قال يمكن عمرو في حلقات قبل كده، يمكن 34 لعيب لعبوا الموسم اللي فات وكلهم لعبوا على مستوى السكواد، خلاص حته ان انت لعيب انا هحتاجك 10 دقايق او مبدا ما بين قوسين لعيب احتياطي ولعيب اساسي مش موجود في النادي الاهلي، وده لا، واعتقادي خلاص اللعيبه عرفت ده وفهمت ده. عمليه ان انت بقى تخش في تركيزك ويبقى انت نازل مركز كويس قوي، ده كمان شغل لعيب. انا مش هسيبك، مش هسيبك لنفسك كمان، ماشي تمام، بس انت بتشتغل معايا يا عمور كابتن شريف، انت بتشتغل معايا وعندي، بتشتغل معايا وعندي يعني ما انساكش، اللي انا قصدي عليه بس ان انا ما انساش لعيبه معينه، زي ما انا بحاول اجيب الباك رايت يا عمرو، ايوه ما بعدوش، ما بعدوش، ما هزوش، هي حته الهزه، انا ما هزش اللاعب. بص يا كابتن، ما انت لو لعيب ما عندوش الكاركتر وعارف كويس قوي امكانياته وعارف دوره في النادي الاهلي، يبقى هو عنده مشكله في الكاركتر بتاعه ان هو لاعب مهزوز، مفيش حاجه تهز اللعيب يعني. طب اللاعب اللي بيصاب ماشي، الاصابه دي بيرجع تاني ماشي، الاصابه لازم اعمل له بروجرام بهيئه ازاي، هيئه انه يستعيد بدنيا عضليا. ما انا عايز اقول لك كابتن شريف حاجه مهمه جدا، في نفس الوقت بحمله كل شيء يعني. شوف الظروف، الكابتن هاني اللي اتحط في الموقف ده 98 بوركينا فاسو، الكابتن جوهري الكابتن اتكلم مع الكابتن هاني قبل ماتش بوركينا فاسو، قال لي الكابتن هاني تلعب في نص الملعب ديفندر، كابتن هاني ما لعبش ديفندر. مكسب منتخب مصر في المباراه دي اما الكابتن هاني لعب في نص الملعب، والشيشيني كان في الوقت ده اللي هو اللي ليبرو مع مدحت
كابتن جوهري هيئ الكابتن هاني اللي حضرتك بتقول عليه، بقول لك عليه هيئه هتلعب ده الكابتن هاني كانش عيشه الحكايه، عيد الماتش ده تاني ما فيهوش غلطه معاك. يومها انا معاك انا في كل دوت، بس هو عايز يقول لك انا كهاني انا شايف ان دي مؤهل نفسي، يعني انا ممكن حد يقعد معايا ويأهلني وكابتن جوهري لو انا مش جوايا عندي الاصرار وعندي التركيز وان انا هنزل لاكسر الدنيا ان شاء الله انزل 10 دقايق ربع ساعه شخصيه، دي هتضيع كل حاجه، فمش هتعرف بقى تلوم، يعني هتلوم مين؟ انا في وجهه نظري ان اللعيب هو القادر على تصحيح الاوضاع بشكل او باخر، انت كمدير فني او معد نفسي او معد بدني بتديله كل الامكانيات المتاحه بالنسبه لك، لكن لو هو عندوش هذا الاستعداد او عندوش هذه القابليه ان انا بسمع للكابتن جوهري وباخد من كلامه وبقوم نفسي حتى لو داون شويه، او حتى مش في ناس مدربين يعني بشتغل بجزء، في ناس مدرب بيتكلم مع لعيب واللعيب ممكن مش مقتنع بكلامه، لا مبالاه مش انت معايا يعني طبعا مر علينا كده ان ممكن جدا مدير فني يقعد معاك ويقول لك والله انت فانت تطلع من القعده ديت مش مقتنع، لكن انت عندك الحوافز والدوافع الثانيه كلاعب كوره بقى ان انا هنزل اي وقت من وقت المباراه هطلع كل اللي عندي، ربنا وفقني اوكي ما وفقنيش يبقى انت عملت اللي عليك، عملت اللي عليا. فخلينا الجزء المهم جدا في مباراه بكره ان كمان فريق يانج افريكانز اتغلب المباراه الاولى 3-0، وخلي بالك النتيجه دي لا تعبر نهائيا عن لقاء او سير المباراه، لان طبعا لو اتفرجتوا على الماتش دوت هو تقريبا 3 كاونتر اتاك، يعني فريق يانج افريكانز بيضغطوا بشكل كبير جدا، وشباب بلوزداد كان تعمل كاونتر اتاك على اعلى مستوى، استغلت 3 فرص بالظبط، استغلت 3 فرص، هم بيلعبوا بره احسن من جوه، ما طب يعني بيلعبوا بره احسن من جوه، خد بالك ليه افريكانز ايه الملاعب تعالوا عندهم تحرر خدت بالك، و مفيش ضغوط عليهم من جماهيرهم ولا اي حاجه، فبيلعبوا الكوره بتاعتهم مش قلقانين مش خايفين، ده حقيقي ده حقيقي، والمدرب اللي انت بتتكلم عنه بتاعنا اللي هو المدرب بتاعهم بقى في الوقت ده مأهلهم لده، ما هو التأهيل هي دي بقى اللي انت قلت عليها، خلينا نمسك فيها معاك.